سائل يقول: بعض جيراني يدعون الناس إلى التعلق بقبور الأولياء وشد الرحل إليها، ويسبون أئمة الدعوة النجدية ويتنقصونهم، وهم لا يقبلون كلامنا ولا يبدأوننا بسلام بحجة أننا وهابية. يقول: ما التوجيه مع هؤلاء الجيران؟ التوجيه: إذا بلغتوهم وأبوا أقمتم عليهم الحجة والحمد لله وبرئت ذمتكم، قمتم عليهم الحجة وبرئت ذمتكم. وإذا قالوا أنتم وهابية ولو بينوا لنا مذهب الوهابية، وش إن كان إنه باطل تركناه، إن كان حق فنحن نريد الحق، يطلبون منهم ما هو مذهب الوهابية. نعم.